هذا وقد اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد إلمار محمد ميروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، ذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وخلال الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن تطلع مملكة البحرين لتعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان الصديقة، ولا سيما في ظل الرغبة المشتركة ووجود الكثير من الفرص والمقومات التي تنفع العلاقات الثنائية لمجالات أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.